أن تعرف أن الدين قائم، الإسلام ذاته كله قائم على تقدير المصالح والمفاسد. الدين كله، في ناس طبعا لما تقول المصالح والمفاسد ما عندهم الشريحة المركبة من زمان دي بتاعت إنه ده البرنامج بتاع الحزبين، تقول له مصالح ومفاسد يقول لك في كلام ولا أنا عليك الله يا أخي، دي ذات تضيعوا بها الدعوة يا زول. دي ما تضيعوا بها الدعوة، ضيعوها بالفقه الغلط، الفقه الغلط في المصالح والمفاسد، لكن ما في تقديرها. السعدي قال والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإذا تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. دي مسألة مقررة في الشريعة، كويس. الدعوة دي يا أخوانا إنت لو داير حاجة مثلا تقول لي الموضوع ده أنا ما فهمته، ودار لي حاجة قدر فهمي، بس حاجة بسيطة قدر فهمي، أقول لك إنت أشتغل دعوة قدر فهمك. فهمك شنو؟ إنه أنا بعرف دعاء غير الله شرك، والصلاة واجبة، والخمر حرام، وعندي دليل علي واحدة من الثلاثة دين، أمشي في الجامع وقول اللون واسكت وامشي. ده حدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، ده الحاجة الظاهرة المعلومة دي أمشي تقولها للناس، وبينهما أمور مشتبهات ما بتعرفها أبعد منها. ما تكلف نفسك، ده لو أنت موضوعك ما فاهم. لكن الناس اللي بيعملوا لخبطة ديل أنا ما بعتبرهم ما فاهمين، أنا بعتبرهم فاهمين، فاهمين، لكن ده اللي لخبطوا عليك أنت وأنت ما جايب خبر. مسألة المصالح والمفاسد يا أخواننا أدلتها كثيرة، بس ده أذكر لك فيها حديث واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع للأيدي في الغزو، لا قطع للأيدي في الغزو. قطع الأيدي ده بكون في شنو؟ في السرقة، مش كده؟ طيب الناس طلعوا الجهاد وفي زول من المسلمين سرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد ما يقطعوا يده. ابن القيم قال الحديث ده من الأصول في مسألة التقدير المصالح وشنو والمفاسد. ليه؟ قال لخوف لحوقه بالعدو. هو زول معاك مسلم وبكاتل في جيش المسلمين، لكن نفسه سولت له ماله سرق، لو قطعت يده هيعمل شنو؟ بيمشي بيقلب عليك. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأنه يعني تحتمل المفسدة دي، ومن أدي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النقطة دي من أديه لخوف مفسدة أكبر منه. ابن القيم قال وغيرها، غيرها شنو؟ الزول ده هو حرامي، هاي حرامي وسارق، مفترض يقطعوا يده، لكن في الوقت ده هو ممكن ينكأ لك عدو، والعدو جايك داك ما حرامي بس، داك حرامي وسراق وكافر وملعون واي شيء. اخير لك السارق ده ولا داك؟ خليك حرامي ولا الكافر؟ اخير لك حرامي، خليه بيده دي، يقعد بيده دي وحراميك ومعاك وبكاتل الكافر، خليه لحد ما بعدين ها انتهي الموضوع والامور تروق، عندنا حسابات معه في الحله بعدين. في الحله بعد ما نرجع عندنا حسابات مع حرامينا لما الامور تروق، لكن في وقت الفتنه زي دي وفي وقت الحرب الحرامي ذاته احنا محتاجين له، بس الا لو بقى مشرك، لو شرك لا ما بقى زي ذاك، ما في فريق ثاني، ما بقى هو ذاك واحد، كان ده يلحقون ولا يلحقون، لكن ما دام هو مسلم فبيه سرقته دي اخيرا يكون قاعد معانا ما يتحول لعدو من اعدائنا. كويس، فدي مسألة يا اخوانا تقدر. عشان كده بتمر عليك احداث في الدعوة دي، انت بتشوف منكر قدامك، بتشوف منكر لكن ما بتنكر. ليه؟ لانه بترتب عليه شنو يا اخوانا؟ مفسدة اكبر منه، بترتب عليه مفسدة اكبر منه.
الهجر ده مش من الدين كونك تهجر الزول، من الدين ولا ما من الدين؟ طيب أبوك بتهجره؟ ما بتهجره. أكان بيجي لابس صبيطة بتاعت حجبات بيجيب لي الغداء وتجيه وكده، كيف يا أبوي وأخبارك شنو إن شاء الله كويس، وتتونس معاه وكده لحد ما يوم تلقى لك فرصة تقول له ليش نوع أبوي الصبيطة دي، تتفاهم معه وقال لك قوم يا ولد على حيلك، تقوم تفوت تجي وراجع تاني بعد أسبوع تلقى رايق بيشرب في القهوة، يا أبوي والله الموضوع ده ما تذكر موضوع اليوم ذاك، يا ولد أنت لسه ما استعدلتها، تمشي وتجي وراجع تاني ما بتهجره. ليه؟ لأنه هجران الوالد منكر كبير، ده منكر كبير يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا شنو؟ ما بتطيعوا في الشرك. أها وبعد ذاك وصاحبهما في الدنيا معروفة. فدي يا أخواننا مسألة لا بد من تقديرها.